النابي من مواليد 89 تتلعب، وكان في منتخب 89 مع هاني رمزي، تتلعب على طول لحسام حسن. حسام بيلعب الأمامية، معدية في نص الملعب، مخطوفة لأحمد خالد، أحمد خالد لكناريا المتولي، مرة تانية لأحمد خالد، بيلعب لطارق علاء، تتلعب العرضية وحسام حسن وتسديدة والهدف الأول. يا سلام، وعملها حسام حسن بالتخصص، الهداف حسام حسن يحرز الهدف الأول ويعيد على فريق سموحة وأنصار سموحة. وأجمل هدية وأجمل هدية لسموحة النهاردة في مرمى الداخلية، ويروح عشان يهني ويعيد على أحمد سامي حسام حسن اللي أحرز النهاردة الهدف الثامن له في الدوري مع فريق سموحة في دوري هذا الموسم. الفطرة حسام حسن، وهو طبعا زي ما قلت لحضراتكم عنده، حسام حسن عنده 7 أهداف في الدوري، أحرز طبعا في طلائع الجيش وفي البنك وفي فيوتشر وفي سيراميكا وفي البلدية والمقاولين والاتحاد، والنهاردة في الداخلية. سلامات على أدي كرة الهدف، وده الرايق حسام حسن. طبعا الجهاز الطبي الدكتور علي عبد المؤمن والدكتور مصطفى نوار مع معاذ الحناوي. ادي الكرة العرضية وعدت من الكل لكن ما تعديش من القناص حسام حسن، والفرحة رايح لأحمد سامي. ادي حسام حسن كان زعلان طبعا أحمد سامي بعد المباراة الماضية أمام الكرة من الدقيقة 40 يعني، واحنا في الدقيقة 47. الداخلية ماسك كرة أفضل من سموحة كتير، تصل مرة تانية لمعاذ الحناوي، معاذ متقدم، معاذ لإيهاب سمير، إيهاب سمير بيلعب الطولية في اتجاه مصطفى فوزي، لعيب قوي متأسس صح في النادي الأهلي. تتلعب الأمامية مرة تانية ما بينه وما بين شريف دابو، دابو دابو ودا دابو، تسلم شمالك يا دابو. يا سلام، وسط غفلة من الجميع، شريف دابو يضرب سموحة بهدف في الدقيقة 47، في الدقيقة الثانية من أحداث الوقت محتسب من الضائع في عقر دار سموحة، ويلا أنصاره بأجمل عدية لأنصار الداخلية في استاد الأسكندرية. آدى شريف دابو، وادي شمال دابو، وتسلم عديتك يا دابو. هدف التعديل وهدف جميل وهدف رائع، اتلعبت الوان تو ما بين عبد النعيم وشريف دابو على شمال الهاني سليمان عشان الداخلية يحقق المفاجأة القوية في الوقت المحتسب بدل من الضائع، على الرغم ان سموحة ماسك 40 دقيقة من المباراة، هدف يضيع ورا هدف، ولكن عيد مرازيق بيقدم افضل ما لديه من فترات التدريب. عرض جيد والتعادل الإجابة 1-1. هنشوف الدور الثاني، تتلعب على طول أمامية، وإيه وإيه، وهيرجع للفار ومدي ضرب الجزاء، ما فيهاش كلام، مدي ضرب الجزاء، لسه بقول لحضراتكم هيرجع للفار وللفار، وضرب الجزاء بعيد عن جسمه خالص، اتلعبت وضرب الجزاء مع سبق الإصرار والطرف، اتلعبت رمي التماس في هدوء تام ولمسة يد على عبد الرحمن، كان الهدف الثاني، ودي كمان الهدف الثاني لو احرزه كريم يحيى، كان في الدقيقة 78، احنا في الدقيقة 47، كريم يحيى وجها لوجه مع الهاني سليمان، كريم يحيى، كريم يحيى، كريم يحيى، والهدف الثاني. يا سلام يا سلام، ثبت الهاني سليمان وداه على يمين المرمى وحط الكورة على الشمال، الهاني سليمان بالتخصص، بالتخصص كريم يحيى اللي أحرز ضرب الجزاء وهدف تاني في المقاولين، بيحرز الهدف التاني للداخلية عشان يبقى مسلسل وفيلم الداخلية وسموحة في استاد الأسكندرية في شيء لا يخطر على البال بتقدم فريق الداخلية بعدما كان متأخرا. كومباك بيعملوا رومونتادا، وشوف كريم يحيى وثقة بنفسه وهدف ايه وحلاوة ايه، والحلو ما يتقالش عليه وحش، اتلعبت حلوة حلوة ضرب الجزاء وحطها في مين، في حارس مخضرم زي الهاني سليمان بثبات وثقة وابتسامة، وافرح واللي انت عايز تعمله اعمله،
لك حق تفرح، لك حق ترقص، روح قدام الكاميرا وابتسم وتسلم ابتسامتك يا كريم يا يحيى. عيد مرازيق تتلعب لعبد الرحمن عامر. عبد الرحمن عامر لكناريا، كناريا لسه الكرة مع كناريا لعبد الرحمن عامر تاني، تتلعب لأحمد خالد. أحمد خالد تتلعب على طول الأمامية الطولية لعبد اللطيف وحسام حسن، والهدف الثاني والهداف كالعادة، هداف الهداف الأولى بيمينه والثانية بيمينه، والهدف التاسع لحسام حسن في دوري هذا الموسم، منقذ سموحة وروى سموحة العطشان حسام حسن. اتلعبت حلوة من خط الدفاع من ميدو، ميدو حلوة وحسام بيمينك وتسلم يمينك يا حسام بالتخصص، حسام يستخدم حقه الشرعي حسام حسن في موهبته وقوته برجله وبيمينه وبدماغه، أسلحته التهديفية متعددة في دوري هذا الموسم، بيمينه بيجيب بشماله بيجيب بدماغه بيجيب، ما عندوش مشاكل حسام حسن. الهداف ضربة ركنية رايح لها عبد اللطيف بين قصر، عبد اللطيف هل يقصو المغربي عبد اللطيف بن قصو على الداخلية في الدقيقة الأخيرة، تتلعب عرضية ومن أعلى نقطة ويقصو عبد اللطيف بن قصو على الداخلية، ورومونتادا وجونيور أجايه قال ايه يقعد بره ليه، جونيور أجايه يا أحمد يا سامي مش ممكن مش ممكن في المباراة رائعة واحدة من أفضل مباريات دوري نايل 2023-2024، ولسه بقول لك جونيور أجايه يقعد بره ليه، الهداف هداف نجم النادي الأهلي الأسبق الناجيري جونيور أجايه وعبد اللطيف بن قسو يقصوا على الجميع وعلى الداخلية وأنصار فريق الداخلية، ويخلي محمد مجدي ما يفرحش بالعين. شوف شوف الضربة الركنية عبد اللطيف بن قسوة اتلعبت حلوة، وجونيور أجايه من الوضع ثابتا يلعب براسه أجايه ويوجه هدف جميل، هدف جميل 3-2 في رومونتادا، كامباك عالمي من فريق سموحة، سموحة عشان يصل للنقطة 3 نقطة 38 ويعدي